الربيع عندك؟ نقول ولا تسوليني؟ هي غتسولك وتجي غير اهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناه شوف تي في في هذا البث المباشر من قلب العاصمه الاقتصاديه الدار البيضاء. اليوم كتواجد معنا سيده كتبلغ من العمر 52 سنه، عندها مشاكل مع العائله ديالها، يعني بالخصوص مع الام ديالها والاخوه الاشقاء ديالها. كانت كتعرض للعنف، تعنفات بزاف من طرف الاخوه ديالها، كانوا كيضربوها، العنف مادي ومعنوي ايضا. صبرات بزاف ولكن صبرت قاده، واحد النهار طلعت للسطح وقررت توضع حد للحياة ديالها. للأسف قامت بالانتحار وطاحت من السطح وتعرضت لكسور وانهيار عصبي والمجموعة من الأمراض، وما كاينش اللي يصرف عليها وما كاينش اللي يعني يواكب العلاج ديالها. فاضطرات انها واحد الارث يعني كيبلغ 3 ديال المليون هو اللي كان عندها في الرصيد ديالها، فقررت هذاك المبلغ المالي تعالج به. للأسف والان ما بقى عندها والو، ما عندهاش السكن، ما عندهاش مجموعه من الاشياء. فاليوم معنا السيده غادي تعاود لنا القصه ديالها. تفضلي لالا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم لالا. انا المناري عائشه من كازا، كنعيش في عين الشق الزقه 104 رقم دار 4. عندي مشاكل مع الاسره ديالي وعلى واحد الورقه شهاده طبيه ديال ترونسيس ما بغوش يوقفوا معايا فيها، واضطريت انني خوتي ما بغوش يعاونوني، ما بغوش يوقفوا معايا فيها، واضطريت انني انتحار عصبي، انتحار يعني مريضه عصبيا وانتحار. عندي اشقاء خوتي صعاب واعرين اللي قلتها لهم ما كيبغوش يعاونوني، يعني مزوجين حاكمين فيهم. احنا عارفين ان الانتحار يعني كيكون هو الحل الاخير. علاش انتحرتي؟ شنو هما المشاكل اللي كانوا عندك اللي خلوك تنتحر؟ ما عنديش مساعده، الظروف ديالي صعيبه وما عنديش مساعده في الدار. قالوا كيعنفوك؟ كانوا يغوتوا عليا وحاقرين عليا بالشقه وتماره وكل شيء، ولكن ما عايشاش داك الشيء اللي كنت عايشه مع الوالدين الله يرحمهم، يعني الظروف صعيبه. وداك الشيء اللي كان عندي في الارض ديالي خسرته في العمليه. شحال خسرتي؟ قلتي 3 مليون. 3 مليون ونص. دابا بقى عندك والو؟ بقى عندي والو، تزوجت وطلقت. داكشي اللي كانت عندي واحد الارضيه في شياضمه، بعت على الراجل، لقيتو ما خدامش، كنيتو المكاوي خالد كخدام مع البشاويه، جراو عليه، عاونتو واحد الارضيه في شياضمه بعتها عليه باش عاونتو، ما بغاش يخدم، طلقت منه بسبب العنف، كيضربني. حتى هو كان كيعنف؟ حتى هو كان كيضربني. كان كيضربني للمخ، الدماغ بالقرعه ديال الزجاج. مع داك العنف ديالو طلقت منه، سامحت ليه في كل شيء. كديره مع شي وليدات؟ لا، ما عنديش معاه الاولاد. ما عندكش؟ حفظني الله انني ما ولدتش معاه، ما كون ولدت معاه كنت كرفست انا وليداتي في الشارع. ودابا عندي الظروف صعيبه، كندور، عندي عمليه ورثه في رجليه ما كنقدرش نخدم بها، وعندي ظروف صعيبه بالصحه في العمل، وما عنديش السكن. يعني عندي واحد الارضيه. فين كتسكني دابا؟ كنسكن حاليا في عين الشق، ولكن الدار ديالك ولا ماشي دعاء في الكرا، كنخلصوا الكرا والموضوع. خوتي كيقولوا لي ما تشعليش البوله، ما كتخلصيش معنا الموضوع. خويا الصغير كيقول لي ما كتخلصيش. كتعيشي في الظلام؟ كنعيش في الظلام، كنبدل في الظلام وكل شيء في الظلام. وكيبقى كيفاش كتقدري تعيشي وسط هذا الظلام؟ ايوا كنعيش بيني وبين الله سبحانه، الله تعالى هو اللي مراقبني. صافي عيالات خوتي قباح واعرين كيعايروني، ما كيعاونونيش وكيعايروني، كيسبوني، جايين عامل الباديه وكيعايروني على قبل الارث. وانا الارث ديال با الله يرحمه مناري عيسى كان مقاوم، ودابا كلشي ضاع بين يديا. دابا وليت خايفه في المعيشه في السكن، يعني عندي واحد الارضيه في شياضمه، بغيت كنطلب من المحسنين الله يجازيهم بخير، كنطلب سيدنا محمد السادس ولا كاين شي محسنين يعاونوني.
انا المنارة عايشه فقيره، عايشه في وضعيه صعبه، ما عنديش سكن. عايشة كنشوف دموع في عينيك، شنو المعاناة اللي كتحسي بها؟ شنو ضارك في خاطرك؟ عاودي لي. عندي مرض، دابا الفقصة دازت ليا حتى للقلب، مرض نفساني، كنشرب الدواء وبعض المرات ما كنلقاش الدواء. عندي مرض نفساني والضربة وصلت ليا حتى للقلب، وعندي هرسة في رجليا، حديد دايرها وقالوا لي خاصك تحيدي، وما عنديش فلوس باش نحيدو، يعني ضاع ليا الإرث كله مشى. الله سبحانه وتعالى هو اللي ديك رضات الوالدة الله يرحمها اللي كنت واقفة معها، الله تعالى هو اللي وقف معايا باش كنعيش كندور كنسعى. دابا ملي شفتي الوالدة ديالك نهار ملي كانوا ملي كنتي في الدار ديالك مع الوالدة، كيفاش كنتي عايشة وسط من خوتك وسط من؟ كنت عايشة مع الوالدة بخير، كانت كتخاف عليا، كتقول لي ما تخرجيش للزنقة في العشية، كنقول لها أمي أنا راه كبرت راه خصني نتزوج، أنا خصني نعيش حياتي، ما تخلينيش أنا نضيع ما بين ما كتخلينيش نخرج، ملي كتخرج كتبقى تعايرني تسبني شي معيور ماشي تي اللي كانت كتخاف عليا، وانايا ما قدرتش تصبر نعيش معاه في الدار بلا راجل، انا خص اللي يحميني، عرفت كبرات خص انا اللي يحميني، حيت هي ما دايماش ليا، هي دابا ماتت وخلاتني في وضعيه صعبه مع خوتي، وشي ما عقلوش عليا، كلهم مشاو خدموا تزوجوا وداروا، اللي دخل مع المخزن دخل مع المازن، واللي تزوج تزوج، خداو الارض ديال باهم ومشاو داروا محالاتهم، وانا ما كيفكروش فيا. الله سبحانه وتعالى هو اللي واقف معايا كندور، عطاني الله ديك شويه الصحه كندور باش كنسعى باش كنعيش، داكشي علاش قدرت كنخدم بعض المرات الميناج كنتكرفص في الديور، ما كيخلصونيش ما كيخلصونيش حتى في الديور كيحرصوا عليا وما كيخلصونيش صافي. هذه علاش كان كيضربك خوتك؟ شنو السبب؟ السبب كان كيضربوني وما الغيره غيره، ما كيشوفونيش نكون بخير احسن منهم، انا نكون كيقولوا لي مسطيه ما عندكش العقل، ما وضعيه صعبه ماشي شي اللي كيديروا لي خلل في عقلي، يعني ما مستوى صعيب، انا دزت في الدراسه في التعليم دزت في الاقسام ماشي في بحال دارنا، كان الوالد والله يرحمه كان هو اللي مهلي فيا، با الله يرحمه كان هو اللي مهلي فيا واللي مقدر ظروفي، خوتي لا ما عرفتيش الوضعيه ديالي، كان حنين فيا با الله يرحمه. كيفاش كنتي عايشه مع الاب؟ كان حنين فيا، يتقدى ويعيط عليا عايشه اجي غسلي الديسير اجي خودي اللي بغيتي يعطيني، انا اللي كنت عزيزه عليه بزاف، كان مالي فيا كيعيط عليا بسميتو كيتهلا فيا كيقول لي اللي بغيتيها قولي عليا، كان كيدور معايا كيعطيني فلوس كيحس بيا، يعني الوالد الله يرحمه كان كيحس بيا. خوتي ملي توفى الوالد ديالك حياتك تقلبات، خوت ملي ماتت الوالده الله يرحمها حتى الوالده كانت كتحس بيا، خوتي ما كيحسوش بيا كيحسوش بيا يا إيه. الا كانوا خوتك كيشوفوك اليوم عائشه شنو تقدري تقولي لهم؟ انا ما نسفحش لهم في لعن الله، ما نهضرش معاهم وما نتصالحش معاهم، ما بغيتش نعيش معاهم في ديك الدار، انا والله عارف خرجت للشارع وما نعيش معاهم في ديك الدار، خليتها لهم ندخل لبيت الوالده ايا نستر في راسي تيجيب لي الله شي راجل اللي نتستر معاه، اما باش نعيش معاهم في ديك الوضعيه ما نعيش معاهم، خوتي واعرين وقباح الله تيشوف الله راه مراقبنا، انا ما نهضرش معاهم، كون بغاوني انا اختهم انا هي الصغيره، كون بغاوني يجيبوني عندهم ونقول لي شنو خاصك ويساعدوني ويعاونوني، ما بغاوش راه الله تيشوف. ما كيسولوش فيك دابا ما كيعيطوش لك؟ كنهضرش معاهم. ما كيحاولوش يتواصلوا معاك هما؟ مرت خويا الصغير قبيحة كتقول لي ما تعطيهاش تاكل، ما تاكل ما هذوك مراقباني، كتبقى ندخل حاجك الطواليت تبقى مراقباني تبع لي المعيور معفونة مسخة. خوتي وخرين كنقول لهم عطوني كيقول لك ما عندناش مقابلين ولادنا، يعني هما عايشين وانا لا، كيفكروش فيا. امي الله يرحمها وصلت عند واحد قالت لي تهلا في اختك عايشة، الا مت تهلا في اختك عايشة، وما دارش واحد الشهرين كان كيعاوني 400 ريال في يومين شويه ويت 400 ريال في يومين شويه. شنو كدير لك 20 درهم؟ كنشري بها شي حاجه ساندويتش بالنهار، كلشي شي حاجه في العشيه الفرنك كنخسرها، راه صعيب 20 درهم راه صعيبه. داز واحد المده ويقول لي سيري عند خوتك الاخرين الكبار انا ما تجيش عندي، صافي هو يقطع صافي لاحني الزاقه تما لاحني الزاقه. اليوم ما كيسولوش فيك ما والو، كيسولش فيا كيسول فيا الله سبحانه، انا كندور ونخرج
شنو كطالبي اليوم؟ شنو باش كطالبي؟ كنطالب بالسكن، عندي ارضيه في شي عظمه، بغيت من المحسنين يعاونوني. باغا عندك ارضيه؟ في شي عظمه باغا ديالي، باغا نبنيها ان شاء الله، وكنطلب من سيدنا يعاونني. باغا نبني هذيك الارضيه في شي عظمه وندير فيها شي مشروع ديالي ونعيش فيها. شنو هذا المشروع اللي بغيتي ديريه؟ ندير فيها شي حانوت ونبيع السلعه صافي. كتبغي التجاره؟ التجاره نبيع شي حانوت. خدمتي في التجاره؟ كنت خياطه انا، كنت في كونفيكسيون وما بقاش عندي الصحه باش نخدم. دابا كندير كشي ديال التجاره، كنبيع ونشري. تقدري تعيشي بوحدك تما واخا؟ نقدر نعيش، نقدر نعيش في الباديه. عندي افكار وعندي الدماغ وعندي العقل. ماشي بحال اللي كانوا كيقولوا خوتك، كيقولوا انت ما عندكش العقل. لا ماشي بحال، انا شابه لبا الله يرحمه، با هو اللي كان مربيني على يدي ومهلي فيا ووريني اش ندير. مربي هو اللي كان كيوجهني التعليمات العاليه. عندك مستوى دراسي؟ شنو المستوى؟ عندي مستوى ما بين الشهاده والسادس، يعني بحال غاديه للبكالوريا، يعني اتجاه الفرنسيه والانجليزيه وكل شيء. عندك اللغات؟ عندي على العربية والفرنسية، ولكن يلا كنحفظ، يلا كنقرا في الفرنسية كنحفظ فيها. عندك استعداد باش تتعلمي اللغات؟ عندي استعداد، إلا لقيت لهنا، إلا لقيت السكن ولقيت راحتي في السكن، عندي راحتي خصني نحفظ. إلا لقيت راحتي في شي سكن حتى واحد ما يحضيني أش ندير. تكون عندك الراحة والاستقرار؟ تكون عندي الراحة والاستقرار، يقدر نقدر ندخل المعلومات لراسي. أما إلا كانت واحد مراقبني يعني كيدخل لي الشك في خاطري، ما يمكنش نركز، ما يمكنش لي نحفظ. دابا الا كانوا شي جمعيات ولا شي محسنين كيشاهدونا، عطي الرقم ديالك باش يتواصلوا معاك. انا المنارة عائشة، النمرة التليفون ديالي 06 31 72 70 95. شكرا شكرا على المحسنين اللي كانوا يعاونوني، الله يجازيهم بخير، والله الله يصير سيدنا محمد السادس ان شاء الله عائشة والاسرة العلوية. صراحة حالة إنسانية تستحق يعني خصني يعني ندعموك صراحة. أنا ملي كنشوفوا سيدة عندها 52 سنة ما عندهاش معيل، ما عندهاش أسرة، ما عندهاش أولاد، يعني مطلقة وكتعيش هكا مريضة، كنشوفوا الحديد دايره في رجلها كيف ما كنشوفوا مشاهدينا، ما كتقدرش تمشى برجليها، عندها انهيار عصبي، عندها مشاكل نفسية كبيرة وصعيبة. فكنتمناو يعني من المحسنين ومن الجمعيات يتدخلوا ويساعدوا هذه السيدة. وشكرا لك.